بديت لكم الفيديو بالوردية ورود قناتي. اليوم رايحين نروحوا لشاطئ الدار الضجة العام اللي فات، وهذا العام أرباحو نروحوا له أنا وانتوما. الصبرو لازم نصحصحوا، أيا كل واحد يجيب قهوته، الرحلة رايحة تبدأ. هنا رانا وصلنا، وقبل ما نحبطوا للتحت خلوني نقول لكم بلي شاطئ سيدي مروان جاي على 7 كيلومتر من مدينة تنس ولاية شلف. وقبل ما نوري لكم صفاء ونقاء الشاطئ خلوني نقول لكم بلي الطريق باش توصلوا للشاطئ ما راهيش سهله، كيما الناس الكبار ودراري صغار راهي رايحه تجيهم بزاف صعيبه باش يحطوا، والغيزو لا سيكوريتي ما كاش، سما لا قدر الله وغرق واحد ما كاش حمايه مدنيه ولا كاش واحد يديه للسبيطار. تحبوا تروحوا لهذا الشاطئ ما تنساوش تدي معكم باراسول على خاطر الشمس الصراحه ما كاش ظليله، وما تنساوش لي شوسيور دو بلاج على خاطر الشاطئ معمر بالحجر. كملنا من لي بوين نيجاتيف، خلونا نشوفوا لي بوين بوزيتيف تاع الشاطئ وشوفوا شحال الشاطئ شباب نقي وصافي، تقدروا تجوزوا فيه اون جورني ولا ديروا فيه بيفاك ولا اروع. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving, but I've not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. When I see you, you make me feel.